اليوم متواجدين في هذه الندوه الصحفيه باش نسلطوا الضوء على تهيئ ديال الدوره الثامنه للمهرجان الالماني اللي غادي يتقام في الفتره الممتده من فاتح نوفمبر الى الخامس من بسم الله الرحمن الرحيم. البنا وعبد الحفيظ رئيس مؤسسة المهرجان الألماني ومدير دورات تم ديال المهرجان الألماني اللي كيتقام كل سنة من يد مراكش. هذا المهرجان اللي وصل للدورة الثامنة إن شاء الله هذه السنة غتكون في الفترة الممتدة من فاتح نوفمبر إلى غاية الخامس من هذه الدورة غادي تعرف تكريم الفنانة الأخت الصديقة العزيزة سكينة الصفدي. سكينة الصفدي أول فنانة يمكن نقولوا أول امرأة انخرطت في النمط الديواني في بداية السبعينات. كيف تعرف أنه بداية السبعينات باش المرأة تنخرط في الميدان الفني سواء الموسيقي سواء المسرحي كان صعيب في هذيك الفترة. إذا سكينة استطاعت في بداية السبعينات أنه تنخرط في النمط الديواني. هذا المهرجان غادي يعرف كذلك تنظيم ليله من ليالي المهرجان احتفاء بالمراه المغربيه. هذه الليله غادي تشارك فيه ثلاثه المجموعات النسائيه باصوات نسائيه منهم مجد العشاق وكذلك جيل النغام وكذلك بلاد مسناوي. هذه الليله اللي غادي تكون احتفاء بالمراه المغربيه عندنا واحد الرهان كبير هو كنراهنوا انه يكون اكبر عدد ديال الجمهور الحاضر يكون نسائي. والسنة الماضية الحمد لله استطعنا أنه يكون المسرح عامر بالنساء. إذا نتمنوا أنه هذه السنة نتوفقوا كذلك في الحفل النسائي. بالنسبة للبرنامج كاين برامج ليلية وكاين برامج أنشطة موازية. الأنشطة الموازية كاين توقيع ديوان جديد للسجال سعيد الطابوش وكذلك عندنا تقديم وتوقيع شريط جديد لمجموعة العشاق. هذه مجموعة العشاق هي مجموعة اللي كان الاسم ديالها قديم مجموعة الرصاد. إذا كذلك عندنا واحد الليلة كنسميوها ليلة وفاء واعتراف لواحد الشخص واحد الفنان اللي كان من المؤسسين ديال مجموعة المشاهد في البداية ديالهم اللي هو السي محمد الباهيلي. غادي نضمو له واحد ليلة وفاء واعتراف ونتذكروا العطاء ديالو اللي لو من مجموعة المشاب مخلط في تأسيس مجموعة الجواد والآن هو في مجموعة ديال بلاد الغرب. هذا المهرجان كنتمنى انه الزوار اللي غادي يزوروا مدينه مراكش انذاك لانه الدوره الثامنه غادي تتزامن مع الفتره الدراسيه. كنتمنى وكنطلب من الساده الزائرين والزوار يجيو عندنا المهرجان باش نحتفلوا بهذه الفنانه العظيمه العزيزه علينا اللي هي سكينه الصفدي. من طبيعه الحال سكينه مراكش راه موجوده تما. تنطلبون منهم انهم كذلك يجيو ينخرطوا معنا في هذا الفرح الكبير. علاقتي بجيجي لانه بالاسم وارتباطي به وارتباطه بيا وبعد تكريم وجميع الاخوان. وكنشكر جميع الناس اللي ساهموا في هذا المهرجان. الناس يستحقوا التكريم اكثر مني انا، ولكن هما يمكن فكروا بما انا كنت واحد الوقت جريئه وخدمت مع مجموعه ديال الرجال وداك الشيء كان عايب الحشومه ويتعمل. كنشكرهم بزاف على اهتمامهم اولا بالظاهره الديوانيه. علاش؟ باش تبقى في الذاكره. حنا اللي ما كيعرفناش ملي كنا صغار هاد الشباب اللي ما كيعرفناش وحنا كبرنا يعرفونا وما نكرهش. انا كنتمنى واحد القضيه من الناس ديال الظاهره جميع. انا ما نقدرش، راجلي ما يقدرش نديرو حنا هاد الشيء. علاش؟ اولا مريض، صحته على قد الحال. كنديرو شي حاجه كنديروها بجوج ونقولوا بسم الله وبركة علينا، حيت هذاك الحب لهذا الفن. أما الناس ديال الظاهرة كنطلب منهم طلب وهي يحاولوا هاد الظاهرة يمشيوا بها بعيد، يجدوها، يديروا آلات جديدة، يدخلوا لها آلات غربية،
باش نوليو عالميين بحال شي ناس. في الحقيقة في الأول ديال الظاهرة انتشرت بشيء غريب، علاش؟ حيت كانت المنافسة الشريفة وكانت العطاء وكان كل شيء، كل شيء كيتضارب وكل شيء خصو يسجل وكل شيء خصو يدير ديسكواد. ولكن واحد الوقيتة ما عرفتش شنو اللي وقع. ولكن دابا أنا محدي حياة كنطلب منهم هاد الطلب. بداية هاد الدورة الثامنة اللي هو دورة كتكرم فيها إحدى النساء البارزات اللي برزوا في السبعينات وبينوا على الحنكة ديالهم وعلى الفنية الكبيرة ديالهم في هاد الظاهرة الغيوانية اللي كنعطيها واحد اسم اخر من غير الظاهرة الغيوانية، الغناء المجموعاتي. علاقة طيبة مع الإخوة كلهم وكنحضر التكريمات ديالهم كلهم، ويمكنش نتخلى على الأخت سكينة الحنون العاطي اللي عشت معها واحد المرحلة بحال خدنا وعزيزة علينا وكان الحمد لله ودرنا صورات بيناتنا وهنينا وشحال وانا كنحفظ انا وياها بزاف الطريفات وتعلمنا حويجات وانا نعلمها حويجات ما شفت فيها الا الخير. والحمد لله هذا شرف لينا وتكريم الاخت سكينه وهذه الانتفاضه كانت رائعه جدا لنا. وسكينه غبرات على الساحه الفنيه وما بقيتش تفكر عند شي حد. تنشكروا السي حفيظ انه فكر الاخت سكينه لانها تستاهل كل الخير، وكنقدم تحيه ليها وزوجها السي مصطفى. الحمد لله تلقى الله سرحنا، تلقى الله سرحنا في المهرجان، وهاد السنه الحمد لله غادي نحتفيو ونحتفلوا بالاخت سكينه، وهذا شرف ليا انا شخصيا. الحمد لله أن الحمد لله ديما كنتواجد في التكريمات كلهم وديالهم الاخوان كلهم، والسي عبد الحفيظ رئيس المهرجان يشهدوا على هذا المسألة أنني الحمد لله ديما متواجد في المهرجان ومتواجد مع الإخوان. وبالأخص هذا السنة الحمد لله التكريم ديال أخت سكينة اللي هذه مدة الناس كلهم نساوها، وهذا الرجل فكر فيها ودارها في هذه السنة رغم الضغوطات ورغم الإكراهات اللي فيها، ولكن الحمد لله تداركنا الموقف وغادي إن شاء الله نحتفيوا بأخت سكينة أحسن احتفاء بإذن الله إن شاء الله. دابا جاي 11 عام وأنا مستعد للميدان الفني، وعائلتي أنت عطيتي ليا ودرتي ليا التكريم هذا، عرفتي رجعتي للذكريات القديمة ورجعتي للشباب ورجعتي للسبعينات. تنشكرك على هذا الالتفات الكريمة. الظاهرة باش يمكن تمشي وتبقى قوية خاصها الدعم النفسي والدعم ديال الحب، لأن أي حاجة بدون حب كتموت وكتمشي. فما نقولهاش، ما عنديش الحق نقول نصيحة، ولكن نقول طلب أن هذه الظاهرة حافظوا عليها بالحب ديال بعضياتكم، بالثقة ديال بعضياتكم، الحب ديال شي حاجه غير بدعوها في هذه البلاد اللي محتاجه لينا ومحتاجه لاي فنان في اي مكان، يا اما مسرح ولا سينما ولا الغناء. فخصنا نحاول ما امكن نجتهدوا باش نعطيو حوايج في المستوى. حتى لو كوغديني في حي محمدي، لان اكثر المشاركات الغنائيه كتكون هنا في حي محمدي، وتبارك الله الناس ديال الظاهره كلهم كنعرفهم. انا من محبي الظاهره وكنعشق الظاهره وكبرت بالظاهره، ولهذا اي حاجه فيها الظاهره كتلقاوني فيها. كبرت على اغاني ديال الغيوان، على اغاني المشاهب، جيل الجلاله، السهام، السناوه، الرصاد، الالوان، يعني جميع اغاني الظاهره انا كبرت بهم. وكنتمنى على مشاركتي البسيطه ان شاء الله في مهرجان مراكش اللي غيكون في الدوره ديالو الثامنه اللي غيتكرم فيه العملاقة سكينة الصفادي. السلام عليكم، معكم الفنانة نسمة محمد. أنا هنا كنتواجد في الكونفرنس دو بريس اللي دايرها السي البناوي بمناسبة إن شاء الله المهرجان في الدورة ديالو الثامنة اللي غادي يكون بمراكش بإذن الله،
وهذا الكونفرنس دو بريس راه هو دارها في الدار البيضاء في الخزانه اللي تابع المركب الثقافي ديال الحي المحمدي. وكانت صراحه كانت كونفرنس جدا رائعه، وانا جد سعيده بمشاركتي فيها لانني غادي نكون ضيفه شرف ان شاء الله المهرجان، يعني في اليوم اللي مخصص للنساء باذن الله. كيحصل لي الشرف باش نشارك في هذا المهرجان، ولكن يا اسف لانه في هذا اليوم كنا نهضروا على فنانة يعني عريقة في الظاهرة وهي الأخت ساكينة. كنتمنى هما يكونوا مهرجانات كثيرة وكثيرة 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 باش نحيو جزيئيات من الظاهرة الغيوانية والمشاهبية والجيلانية. وشكرا. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.